السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم ستار الجيريا، يوتيوبر تعرف. بغيت نحكي في الموضوع اللي راهو صار اليومات هذه، ديدين كلاش. الناس بكل طايحه على السياسر، الناس بكل تسب في السياسر اخوتي، والله عيب. الحكره مش مليحه، الظلم مش مليح. انا غادي نطفي هذاك الحكايه. تو سامبلومون السيد ديدين ضرب سياسر، ديدين ضرب سياسر، سياسر شكابيه تما على قاعدين نطيحوا على الناس هكا. انا شت بزاف القواويد قاعدين يقودوا ديدين بكل على مصلحتهم، واحد ما عينوا فيه بكل على مصلحتهم، باي بارطاجي لهم باه على جال مصلحتهم. هذا ما كان مش حتى واحد دافع على سياسر مالغري هو مظلوم. حبيت ندير فيديو هذا على اني يوتيوبر تاع راب، ديما نحكي على الراب. ديدين في العالميه، ديدين نمبر 1 في افريقيا، دي حاجه ما نقدروش نكروها. تما ما كان تكتب لي كومونتير داك تاع بنطيحو ديدين جي كره فريك وديني على بالنا بها، هادي حاجه وهذا ما يقدر ينكرها. تما ما كان نبقاو نطيحو على السيد، انا حبيت ندافع على السيد هذا باسكو نكره الحقره. وهذه هي خوتي، ونحكموا بالعدل ونطيحوا اخويا الانسان المظلوم، نطيحوا في صفه اخويا. وهذه هي، هذا ما كانوا ستار الجيريا. كان معكم، السلام عليكم.